البيشنت الدنتر مات، يعني هي آخر تشانس عندي، آخر تشانس لو أكو واحد، لو يعني ما الموبايل من يعني زين. فمثل ما قلنا الترايل هي آخر مرحلة قبل ما أسلم البيشنت الدنشر مالته. هي يعني هذه المرحلة التفصيل، إذا عبرت هذه المرحلة بعد وراها يعني مرحلة لا راجع، لازم أسوي ريبيت ويمير، أحاول يعني كل الأمور أضبطها بهذه الفيزيت قبل ما أحول البيشنت مالتي على الفيزيت الثانية. فنريد نعطي تعريف بسيط حسب الـ Glossary of Prosthodontic Terms، نسميها هي الـ Preliminary Insertion of Removable Denture Wax Up، يعني هو Insertion مبدئي لـ Removable Denture يكون Wax Up مصنوع من الواكس، يعني مو الأسنان أنا مثبتها على Acrylic Base أو Wax. لحد الآن أنا ما مدخلتها Curing ولا Flossing ولا هاي السوالف. up to determine the fit aesthetic maxillomandibular relationship، حتى اني احدد الفتنس الاستيتيك اقتنع بيها او لا، maxillomandibular relation اشوفها مضبوطة او ما مضبوطة. مهمة هذه المرحلة عندي؟ اقول لك اي مهمة، لانه the last opportunity to evaluate me of previous steps already accomplished، اقيم كل الستبس اللي انا كنت سويتها بالفيزيتات اللي سابقة اللي أخذت بها جوريليشن اللي vertical و horizontal و centric، واللي سويت الأورينتيشن واختاريت الأسنان free space، وهذه يعني كل الشغل ماتي اللي قديم أنا راح أسوي الإيفالويشن وهذه المرحلة. عندي مجال أصلح بها إنه هي chair side يعني داخل العيادة ماتي، زين أعتمد على الأستيتيك اللي أنا أشوفها وأعتمد على variables أخذها من البيشنت نفسه، أثبت شغل بها، أتأكد كل شيء مضبوط، ذاك الوقت أنا راح أخذ الشغل مالتي أوديه للمختبر يكمل لي يفنش لي الدنتشر، يدز لي بعدين وراها دنتشر كامل. الأوبجيكتيفز مالتي إذا أريد يعني أرتبها، أول شيء يعني أحتاج أتأكد من دنتشر فيتنج، أوكلوزال ريليشن شيب، أستيتيك أند أبيرنس، فونيتيك posterior palatal seal, patient comfort. أخلي بالي زين، keep in your mind these six points. أحقق هذه six points بالهاي بالبيت. المهم راح أن try in practice inspection أو هي يعني وش أبدي أحسن بي أول شيء أبي أسوي list of articulation قبل ما أنظر وأنظر وأسوي أوري evaluation للدنتشر وعلى الأرتكليتر. تمت كل شيء أسويه try بالبيشنت ماوث، كل خلية أخلي أفضل واحدة بعدين lower الواحدة بعدين ثنتهم سوية وأسوي evaluation مالتي. واضح لحد الآن؟ أول مرحلة قلت أني أجي أشيك الكيس ماتي على الأرتيكوليتر، بعد استوى انطاك يا أبو المختبر انطاك الماونتينج أوف واكسد أب دنتشر، خليه قدامك تشيك، أشيك الكاست وأشيك الدنتشر اللي عليه الترايل دنتشر. أبدي بالكاست ماتي، أشوفه حالته زينة، جود شيب، مكسر من عنده، رايح من عنده أجزاء رايحة من عنده، اكو بي فقاعات هواء، اكو بي فد دبريز طالعه من عنده، تاثر لي على مثلا يعني واكس واقع عليه الكاست ماتي او واقع عليه بلاستر وانا دا اسوي ماونتينج. فكل الاشياء اذا صارت بين الكاست وبين الدنتشر بيز ماتي راح تاثر لي على سيتنج اوف تيث، تاثر لي على كل شيء. ف
فقبل ما ابدي اني اشيك الكاست اشوف ابو المختبر شغله نظيف لو اكو فد يعني فد شيء ممكن يسوي خطأ عندي. اذا اكو يعني اكو بيشنت يصير عندهم اندر كات بالسوفت تشو، مكان اكستراكشن مال توث، مكان يعني بوني اندر كات او شيء، فالمفروض هذه الاندر كات اني قبل ما اسوي انا سويت ريليف سويت بلوك اوت حتى شنو ما يصير عندي فد رفنس او فد كراكس يا فد فد irregularities بالسيرفس مال الكاست. بعدين لما اجي اخلي الدنت فبيت احلى اشياء خشنه او يعني ممكن تطور البيشنت ممكن تطلع على الريتنشن. المفروض لو عندي اني اندر كات موجوده بالكاست اني قافلتها قبل، مو بهذه المرحله، او يعني هاي المرحله همينه بعد عندي مجال اذا شفت بها فد شيء يحتاج اسوي له بلوك اوت اني اسوي بلوك اوت، لانه هذا الكاست راح هو نفسه اللي يدخل بالفلاسك ينطبخ عليه الدنشر بيز مالتي فتطلع عندي الدنشر بيز مضبوطه. زين هسه شيكت الكاستات مالي وقت سوري الدنشر شيكت الكاستات ابر ولور اوكي عجبوني حلوين ما بيهم شيء. اجي على الدنشرز، الدنشرز اثنيناتهم اشوفهم اول شيء ارجعهم على الارتكليتر مالتي لازم يكونون ستيبل مو يتحرك على الكاست يمين يسار او شيء او يوقع من افتح الارتكليتر، لازم تكون بي ستابيليتي. البوردرز ماست بي شود بي سموث، الحافات مالت الدنشر اوريكم الدنشر بيز اني امشي عليها بايدي كليتها اشوفها سموث ما بيها اي فد شيء شارب، ماكو شارب ايج. لازم اباوعلها على الكاست واصله للفول ديبث مالتي على الكاست نفسه، زين باعتبار فرضا يعني على اعتبار انه انا الكاست مالتي صحيح وانبرشن صحيح واخذه كل الديتيلز مالتي فيش بالاستديو وبالسال كاست على الكاست مالتي نفسه البوردرز مضبوطه منزلها بالفت لينث يعني بالفول ديبت منزل لي اياها لو شورت صايره زين، واشوفها ماتينا انه احنا بما انه هذا وكس دنتشر يعني الاسنان ستيل باي وكس ذا دنتشر احاول انه الوكس ماتي ما يكون اكسس ومبهذل ونازل على البوردرز مات الدنتشر. شيكت عندي هسه اول شيء قلت ابدي اشيك الكاست بعدين اشيك الشغل مالتي شيكت الاكستنشن مالته اخاف اندر اور اوفر اكستنشن بعدين البولشينج سيرفيسز مالت الدنشر مالتي بولشينج سيرفيس راس يعني تصير امباكت اوروس ستراكشر اللي هي راس البكل فلانجز فلانجز مالت الدنشر البليتر فلانج او الروف مات الدنشر هذه فيتنج سيرفس كلها يعني اعتبرها. فوحده من وحده من الريتنشن مينز من المينز اللي احصل بها ريتنشن بالدنشر مات يعني وحده من المينز من الوسائل اللي احصل ريتنشن بالكومبليت دنشر هي انه اخذ اسجل الشكل مات السوفت تيشو على مود من اثناء حركه السوفت تيشو هذه مثلا تانج او تشيك اثناء حركتهم راح يصير يعني على اخليها اكوميديت وذ ذم. فعندي من ناحيه التانج فمن ناحية التانج عندي ما اللي بين هذاك الشكل تا تقول بس دقيقة كبير وعلى شيء ايه ينيك زين اني سوري قلنا البولش سيرفيس مات الدنشر احاول اخليها اسوي نفس الفورم مات السوفت تيشو الموجوده بالبيشنت ماوث اسوي دوبليكيت الابييرنس اوف نورمال جنجيفا
انتوا اذا تشسل انتبهوا على الجنجيفا مالتكم راح تشوفون مكان كونكيف مكان كونفكس يمشي مع المكانات الروت مات الاسنان، فاحاول اسويها الكونكيفيتي والكونفكسيتي احاول ارجعها بهاي المنطقه. اذا كانت بلكي او ما صاير يعني ماشيه متماشيه مع السوفت والمسكليتشر انترا اورالي، فذاك الوقت اي حركه بالتانج او بالتشيكس راح تسوي بالعكس انستابيليتي بالدنتشر. اذكركم بمنطقه احنا دائما ننتبه عليها اللي هي صايره بالمنطقه البريمولر اريا باللور دنتشر، احاول دائما اسويها كونكيف. ليش؟ لانه هاي المنطقه انا عندي بها المصل، اكو يعني منطقه اسميها المودولوس، عندي فت 6 مصلز كلها تلتقي بهذه المنطقه. اذا احد هسه يقدر بيكم يعدد لي اسماء هذه المصلز، احد يذكرها؟ اخذناها بالتشريح. احد يذكرها؟ هي 6 مصل تلتقي بهاي المنطقه اللي صايره قريبه على البريمولر اريا. فالمصل تون بهاي المنطقه يصير كلش عالي، فاذا سويتها انا ما سويت لها ادابتيشن مضبوط ويا شكل التشيك، لما يحرك البيشنت التشيك مالته اوبن وكلوز او يسولف او يحاول ينفخ، راسا راح يصير ديسلوجمنت للدنشر. فشكل البولش سيرفيس احاول اسويها اخليه متناغم ان هارموني مع السوفت تشو اللي موجوده. زين، شيكت الكاستات مالتي، شيكت الدنتشرز مالتي وقت اب دنتشر، هسه اجي اشوف الماونتنج مالتي على الارتكليتر مقنع لو لا، لو مسوي لي فد مخربطه بي. اشوف الماونتنج رينج اللي هي هذه اللي تعرفونها، هذه اللي صبنا الارتكل الكاست مالتي عليها، عندي وحده بالابر وحده باللور، هذه الماونتنج رينج اشوفها ثابته مضبوطه لو ما الا بالارتكليتر. اجي على الانسايزر بن مالت الارتكليتر، المفروض يكون اول شيء عندي ثابت، يعني مو افتح ارتكليتر يوقع على الانسايزر بن مالتي، لازم يكون نازل ستريت، مو مائل، مو عوج، مو يعني بي ديفكت هو، ولازم يصير كونتاكت ويا الانسايزر تيبل اللي موجوده اللي قدام بالارتكليتر، والانسايزر تيبل لازم تكون ستيبل، يعني اسوي كومبليت تشيكينج للارتكليتر مالتي. زين، اشوف الجوينت مالت الارتكليتر حركة يعني فتشي صعوبة أو فتصير بها يعني تزنجار أو شيء بحيث ما يفتح ويسد بسهولة. أشوف الكوندايلر باث الانكلينيشن، مرات من يوقع ترى الارتكليشن يصير بي ينعوج شوية، فأتشيك الكوندايلر الجايدنس مالته، أشوف الترايل دنشر بيز حاطها properly in their cast on يعني meeting each other، يعني الماونتنج مالتي صحيحة مسويها مائلة. زين، أجي أشيك الريليشن مالت الأسنان نفسها، أشوفها سنتريك لو مو سنتريك. زين، أحاول أحرك الأرتيكليتر مالتي في حالة إنه أنا عندي سيمي أو فولي أدجستبل، أحاول أحركه أسوي الإكسنتريك موفمنت، أشوف ريليشن الأسنان مضبوطة لو لا. زين، الحركة يصير فد سلايدينج للكسب اوف تيث، لو يصير انتركسبيشن بيناتهم ولوكينج يعني تعشق ناس بناس وتوقع لي الدنشر، اشيك همات يعني. زين، اكو فد شغلة مهمة اللي هي نسميها الهيلز. الهيلز هذه المنطقة اللي انا اشرت لك عليها بالسهم، هذه نهاية الاكريليك بيز من ورا، مرات نسويها احنا كلش طويلة فتكون طاخة واحدة باللخ، فمن الطخ وحده باللخ مستحيل راح اقدر اضبط vertical dimension، راح يظل عندي opening anteriorly، فالمفروض posteriorly اكو separation، ماكو contact posteriorly. شوفوا هذا يعني هو semi adjustable او fully adjustable، هذا الانسايزر guidance مالتي، الانسايزر table موجوده ومتحركه، اني اتحرك اتحكم بالانكلينيشن، الانسايزر pin اثبتها اقفل البرغي، وال التيبل الماونتنج رينجز موجودات اثنينهم وثابتين على الارتكليتر. زين، اذا يصير عندي هذه الصوره اللي فوق، صار عندي كونتاكت بالهيلز،
شوفوا لما اكو كونتاكت بالهيلز راح يظل عندي فراغ بين الابر واللور، ما راح اقدر اتحكم بيه، ما راح تقفل نهائيا من ورا. زين، فاحاول اني اخلي الماكو يعني لا بالاكريليك ولا بالواكس، حتى الواكس احاول ما اوصله لورا واخليه تقفل، لازم اخلي سبيس عندي. زين، الماونتينج ماتي قلنا لازم يكون صحيح. اقفل الاسنان، اباوع على الريليشن بعيني، اجيب واكس نايف ماتي احاول ادخلها بين الاسنان، اشوف اكو سبيسز بين الاسنان، لو ثابت مسويها ماكسيمم انتر كاسبيشن. زين، اشوف اذا هو سيمي ادجستبل او فولي ادجستبل، اشوف الكوندايلرز بولز مالته. اذا انا سمبل ارتكوليتر ماكو داعي، بس مجرد اشيك على الكونتاكت مالتي، الماكسيمم انتر كاسبيشن، اكو سبيس او لا بين الاسنان، هذه مهم عندي اشيكه. وصلت انه باجي مرحلة الاسنان، مسألة الاسنان انه انا بالبداية المفروض يعني احنا نختارها، بس اللي دا يصير انه احنا دا ناخذ الجوريليشن ونخلي الموضوع up to the technician، هو اللي يحدد السايز والفورم والويث اوف تيث والشيد مالتها. المفروض هذا الاوبشن هو يعني belongs to me only، اني اللي اختاره، بس احنا اللي دا يصير عندنا يجيك تكنيشن مخليك اسنان على ذوقه، الا اذا اللهم انت تحكم بنوع الاسنان، اريد كوري اريد صيني اريد امريكي، يعني ممكن انت بس يعني نوع الاسنان تقول له او تقول له شيد ايتو ممكن، بس الاكثريه من عندنا دا ناخذ امبرشن ننطيها للتكنيشن هو اللي يخلي لك الاسنان. فالاسنان كشيد وك يعني بالنسبه للاستيك انا اللي اقررها، باعتبار انه انا اللي شايفه البيشنت واعرف البيشنت نيدز. بعدين انا اجي اشيك ورا على البوزيشن مالت الاسنان، حاطها اوكي بالسنترك بالكاست، هاي دا احكي لحد الان على كاست، اني حاطها مضبوطه او لا. زين، اشوف الواكس اب مالت الفينيشينج، مسوي لي فت فينيشينج حلو، شايل الاكسس واكس، يعني اول شيء هذا الاستيتيك شيء، يعني هذا راح تكون فد يعني فد اول نظره للبيشنت راح يكون عنده اكسبكتيشن على شكل الاسنان مالته مستقبلا. ثاني شيء اني اريد يعني اتنبأ شلون راح تصير المسلز مالت البيشنت، شلون راح يعني البيشنت تخيل هو فتره طويله ما عنده اسنان، فصاير عنده ديبرشن بمكانه، صار عنده رينكلز. فيعني انا لما اسوي سبورت للسوفت تشو راح احاول يعني اكون ارجع للنورمال شيب، احاول ارجع شكله طبيعي، ما اريد افد اوفر فيلينج او اندر. هسه راح اشوفكم صور حاطين لي وكس اكثر من اللازم او اقل من اللازم. زين، بعدين اجي اتشيك الاوكلوجن مالتي. الاوكلوجن خطوه مهمه كلش، اذا يعني طلع عندي فد ايرور بالاوكلوجن بهاي الستيج راح ارجعك لورا اقول لك سوي ريليشن جديده، جو ريليشن جديده. اتشيك الاوكلوجن مالتي بالانتيريور تيث واتشيكه بالبوستيريور تيث. انتيريور تيث ابر ولور احاول اسوي فيرتيكال اوفرلاب 1:2 وهوريزونتال اوفرلاب 1:2 اللي هو فري واي سبيس. زين، اشوف المانديبولار انسايزر لازم يكون بها شويه لينجوال انكلينيشن، ماكو بروتروجن ولا ستريت، شويه يكون بها لينجوال انكلينيشن بسيط. زين، الليبر سيرفيس اوف 6 انتيريور تيث يكون ان اكيرف، ما نازلات لك خط مستقيم 6-1 بصف اللخ، لا الالاينمنت مالتهم يكون على شكل كيرف. زين، اجي على شيكت الاسنان انتيريور اقتنعت بها، اروح للبوستيريور اشوف الفوكس اوف ابر بريمولر والمولر. زين، اكو لازم البكال كاست مالت الابر يكون اوفرلاب لللور، يعني الفك الابر طالع فوق اللور مو بالعكس. لور بوستيريور تيث لازم تكون vertical on the ridge، اخليها منتصف الرج وvertically على الرج. زين، والبوستيريور تيث اشيكهم ابر ولور لازم يكون عندي maximum intercuspation. بعدين اللور البكال كاست مال لور بريمولر وين راح تصير؟ بريمولر ومولر راح تصير بالكريست اوف ذا ريدج، تصير بالضبط على الكريست اوف ذا ريدج، يعني حتى اسنتر التوث مالتي بالنيوترال زون اللي سبق وانا تكلمنا عنها. فالبكل كاس مالتهم مالت البريمولرز والمولرز يكون على الكريست اوف ذا ريدج.
واضح لحد الآن لو تيهنا؟ تسعتاش واضح لو تيهنا؟ كمل كملي تتفرجي. واضح واضح. زين الارنجمنت مالتي اذا تذكرونها بصف ثاني احنا اخذناها، الاسنان مو نخليها ستريت، مو ارتبهن يعني parallel to each other، لا بهن فد انكلينيشن طبيعي حتى ينطيني الناتشرال ابييرنس. شوفوا هذه السنترال انسايزر ايش قد شويه بها تلت طبعا، ويا الاكلوزال بلين هذا الخط الاحمر اللي جوه هذا هو يعتبر الاكلوزال بلين مالتي، سنترال يكون تاتش للاكلوزال بلين، لاترال اعلى من الاكلوزال بلين بواحد ملي، الكناين تاتش للاكلوزال بلين بالتيب اوف ذا كاسب وبيفد شويه ديستال انكلينيشن. اللور يصيرون كلهم كونتاكت الاكلوزال بلين، الاكلوزال بلين شنو عندي؟ اي شيء ستريت انت تجيبه، ممكن تجيب السمنت سلاب، ممكن السطح مالت الكاونتر تعتمد عليه تخلي الاسنان وتباوع، هذا تاتش هذا مو تاتش. زين من اباوع لها ميجيالي او ديستالي للاسنان اشوف السنترال بها يعني ليبيال انكلينيشن شويه، واللور يكون شويه قلنا بها لينجوال انكلينيشن. هاي شكل الاسنان الطبيعيه، نحاول نفس الشكل احنا الرجعه لما نسوي ارنجمنت للاسنان مالتي. هذه المولارات، المولار شوفوا بالنسبه للبريمولر يكون البليتال كاسب هو فقط للفور والفايف، البليتال كاسب فقط مالتهم تاتش بالكلوزال بلين. الفيرست بريمولر او الفيرست مولر البكل اثنيناتهم ماكو تاتش، عندك يصير بليتال بالتاتش، الميجيا ميجيو بليتال هو اللي يصير كونتاكت بالكلوزال بلين. جوعاني تفضلي سؤال عندك. بس دكتور، لا دكتوراني سؤال. نعم اذا يوني دكتور الرينج مال الكناين دكتوره، اي بالفيميل دكتور تقول اللي عارفه انه يكون تلت ديستالي وبالميل يختلف، لو هنا كيف نسوي دكتوره؟ لا احنا كتكنيشن ماخذها يعني ياخذها قاعده انه كل الاسنان كل الكناينز تصير بها الديستالي كلها يعني فيميل وميل مشيها سوية قاعدة واحدة ينطيها distal inclination كليتها. لأن اللي سمعت بالمحاضرة دكتور أنه بالمحاضرة زين شوف زين إذا أنت باوع يعني أصفن وياي خلينا نشوف الكناين باللي قبله، باوع وياي عندك الكناين كل كناين بميجيال سلوب وديستال سلوب صح لو لا؟ صحيح. الميجيال سلوب أقصر من الديستال سلوب، هاي قاعدة كل الكناينات بالعالم كلها للبشر كلها. زين تخيل انت انطيته ميجيال انكلينيشن شلون راح يكون شكل الكناين؟ راح يكون حلو؟ لا لا اكيد انا صدق اي، فاحنا كل تنسويها ديستال انكلينيشن تمام، خصوصا الانتيريور تيث. الانتيريور تيث احنا يعني ندور استيتيك قبل كل شيء، اهم شيء البيتشم يكون عندك حلو، هي هاي المهمه. زين احنا لوش نسويها هذه؟ من هذا فلان كاسب تاتش، هذا فلان كاسب مو تاتش، هذه كل تاني دا اسوي ترى حتى شنو احد بدي اعرف ليش؟ ليش دكتور؟ دا اخلق الكيرف اوف سبي والكيرف اوف ويلسون، دا اسويها لان هي ناتشرال كيرفز، فاني من اخلي السن كسب من عنده تاتش وباقي الكسبات مرتفعه، معناتها من تجي انت ترسم الاكلوزر بلين قلنا هو فد ايماجينري لاين يمشي لي ويا الاكلوزر سيرفس والانسايزر ايج مات كل الاسنان يطخ بيها، فراح من ترسم لي راح يصير على شكل خط مائل هو هذا الكيرف اوف سبي يعني ميجو ديستالي او انتيريو بوستيريورلي، هذا الكيرف اوف سبي ومن تباوع لانتيريورلي الكيرف اوف ويلسون، فهذه اني الاسنان يعني هذه اقول لك هذه الكاسب يلامس هذا ما يلامس، انتبه عندي بالصوره هذه خلينا نكبرها عندي هذا الصوره البليتال كاسب هي الاصفر اللون الاصفر شويه اللي جوا مبين يمكن عندك هو اللي تشبه الكلوزال بلين، فمعناتها أنا من راح أجي أباوع لأنتيريو بوستيريورلي راح أشوف السن صاير على شكل كيرب كأنما مائل باتجاه البكل،
كأنما بشوية تلتينج بكالي من أباو أنتيريو بوستيريرلي زين، ومن هذه الأسنان من أرفعها أنا يعني وخرتها عن الكروزال بلين سويت عندي هذا الكيرف أوف سبي اللي هو يصعد يبدي يصعد بوستيريرلي. هاي الكيرفات ناتشرالي موجودات عندنا، فإحنا نحاول نرجعها للبيشنت نفسه من نسوي سيتينج أوف تي. هاي بصف ثاني أخذناها إذا تتذكرون. ماشي دكتور تمام. زين هذه الأسنان الأمامية قلنا أخليها بكير مو ستريت لاين. زين الويدث مات الأنتيريور تيث اللي حددها إحنا ناخذ كدايمنشن ناخذها من البيشنت، كويدث مات الأسنان كفيرتيكال دايمنشن هاي كلها ناخذها قياسات من البيشنت، بعدين أجي السبيس أحسبه أحسب السبيس حتى أقدر أقدر حجم السن اللي أنا راح أستعمله، أستعمل نرو أو وايد تيث حسب السبيس الأنتيريور الموجود. أنا يعني من اخر اذا تذكرونها بالمرحله اللي فاتت احنا خلينا خطين الكناين لاينز اللي هي ويا الويد اوف ذا نوز، فيجي التكنيشن يحسب لي هاي المسافه ويقسمها على ست اسنان يعرف السايز مالت الاسنان اللي راح يستعمله. هاي شوفوها لما نخلي عندي هاي المكان يعني ملمس مكان ما ملمس بالكلودال بلين راح يصير عندي هذا الكيرف اوف سبيد، وهذه هنا أنا واضحه عندكم الهوريزونتال اوفرلاب اللي هي 1 إلى 2 هذه أخليها على مود الكريستنسن فوران سوري كريستنسن فينومينا هي هذه اللي إذا تذكرونها من أسوي بروتروجن للماندبل يصير عندي سبيس بوستيريرلي، فحتى حتى لمن البيشنت ماتي سو بروتروجن للماندبل حتى الأسنان الملور ما تطخ بالأسنان الأبر. فأني هذه مساويتها زايدة الأوفر جيت والأوفر بايت على مود ما يصير عندي كونتاكت الأسنان، لأنه قلنا لما اللور بالبروتروجن الطخ بالباليتال سيرفيس مالت الأبر راح يسوي ديسلوكيشن للدنشر. زين plane of occlusion should be parallel to the body of mandible and extend from the inside of and the middle portion of the retromolar pad laterally. يعني أنا هذا الريترومولار باد اريا اللي بالنهاية المفروض الاكلوزال بلين ماتي ما تتجاوز التو ثيرد ريترومولار باد اريا، كدنشر بيز تغطي لي كل الريترومولار باد اريا، ما دا احكي على الدنشر بيز، دا احكي على اكلوزال بلين. اكلوزال بلين ماتي المفروض توصل ارتفاعها تو ثيرد اوف ريترومولار باد اريا. زين واشيك الكيرف اوف سبي الكيرفات كلي تأشيكها بصورة عامة. زين واخلي اشوف البوزيشن مالت الاسنان نفسها صايرة بالنيوترال زون صايرة بالكريست اوف ذا رج لو لا، لازم يخليها بمنتصف الرج ما يخلي لي اياها بكالي او لينجولي لازم ما يخلي لي اياها. زين اهم شيء تكون على بالسنتر اوف ذا رج. هسه راح اشوفكم مشاكل تصير عندي لما انا ما مخلي الاسنان على السنتر اوف ذا رج. الأسنان قلنا الأنتيريور تيث لازم أوفرلاب 1 إلى 2 ملي وهوريزنتالي، هاي والأوفر جيت ماتي هوريزنتالي 1 إلى 2 ملي أوفر جيت وأوفر بايت على مود فري واي سبيس. هذه اللي عندي هو السيبريشن هوريزنتالي اللي هو الأوفر جيت، والأوفر بايت شوفوا هاي السنترالز على جهة اليمين نازلة فوق اللور تيث 1 إلى 2 ملي. زين ممكن أزيد آني وأنقص الفيرتيكال أوفرلاب، أقول لك إيه حسب حاجة البيشنت حسب الكوندالر إنكلينيشن مالت البيشنت نفسه. زين أنا عندي حالات أضطر أزيد ما أقدر أني أنقص الفيرتيكال أوفرلاب يصير الشكل عندي ما حلو أستيتيكلي أن أكسبتبل، فعلى حساب فشو أسوي أني أزيد الهوريزنتال أوفرلاب يعني أخلي السن الماندبل يمشي مسافة طويلة قبل ما يصير كونتاكت. أعيد الكلام هذا فشي مهم، أني الأوفرلاب 1 إلى 2 مهم عندي على مود الفري واي سبيس. أحيانا مثلا بيشنت أبو الشورت ليب لاين لازم أطول أنا أو هاي ليب لاين ما أقدر أطول الأسنان مالتي أكثر حتى في سبيل انه يطلع عندي 2 ملي بلو ابر ليب، لا اخليه. زين اكو حالات اني اضطر يعني الفيرتيكال اوفر لاب اخليه هو نفسه ازيد الهوريزونتال اوفر لاب
على مود اعوض الفرق. شلون يعني راح اعوض الفرق؟ انا قصدي يعني بمكان ما الماندبل يطلع لي قدام من اليمين، الاسنان الابر واللور يطخون واحد بالاخ، لا راح اخلي الماندبل يطلع 4 ملم يلا يصير الكونتاكت. فهاي ال4 ملم راح يلحق الكوندايل ينزل داونورد موفمنت، هذه مالت الاوبننج اوف ذا ماوث، فراح اقلل الكونتاكت انتيريرلي بالاسنان. زين هسه شيكت الانتيريرلي الفري واي سبيس، اروح اشيك الوركينج سايد والبالانسينج سايد. الوركينج سايد اللي هو البيشنت اللي راح اتجاه الحركه يروح عليه، حرك لليمين معناتها اليمين عندي هو الوركينج سايد، يصير بماكسيمم انتركسبيشن، او يعني هو يصير عندي الانتركسبيشن بالوركينج سايد. زين المفروض شنو اني عندي؟ المفروض ما يصير عندي سبيس بالبالانسينج سايد، لانه احنا كناتشرال تيت ما عندي مشكله اودي الماندبل رايت او ليفت كونتاكت بالوركينج سايد، يصير عندي فتحه بالبالانسينج سايد. تاثر علي ما تاثر، لانه اسناني اني مغروزه بالبون، بينما البيشنت اذا ودى اسنانه للبالانسينج او للوركينج سايد، سوري، صار عندي كونتاكت بالاسنان، اذا صار عندي فتحه بالبالانسينج سايد ترى الدنتشر راح يطلع من مكانه يتحرك، لانه الاسنان تتحرك كلها از اون يونت، فمن ينضغط من جهه راح يطلع الدنتشر من الجهه اللي صارت بها الفتحه. فالمفروض عندي اني لما اسوي هذا نسميها البالانسينج، فلما اسوي الـ يعني اروح للوركينج سايد، البالانسينج سايد المفروض يظل بي كونتاكت، ما يصير عندي سبيس. وتعلمنا شلون نسويها بالخطوات السابقه، انه اسوي بروتروجن بوستيريرلي وانقلها للارتكليتر، اسجل الكوندايلر انجل، بعدين ارجع اخلي اللاترالي اذا هو فولي ادجستبل اخليه يسوي لي لاترالي لاترال موفمنت، واهم انه اخلي واكس بالمنطقه اللي بيها سبيس وارجعها للارتكليتر، فاكون سجلت اللاترال موفمنت يعني هذه البالانسنج والوركينج سايد اكون سجلتها. وقلنا بوقتها اذا عندي هذا سيمي ادجستبل اسوي هاي الطريقه مال اخلي الواكس انتيري بوستيريرلي في حاله البروتروجن وفي حاله السايد موفمنت، واذا كان فولي ادجستبل ما احتاج، بس مجرد اني يعني اسوي البروكلينيشن انتيريرلي واخلي واكس بوستيريرلي اسجل منها الكوندايلر انجل، انقلها للارتكليتر، اطبق القاعده مالت الهناو ارتكليشن و اطبقها في حاله هذا السي ادجستبل، اطبق القاعده مالت هناو ومن عندها احسب اللاترال لاترال انجل لاترال كوندينال انجل اللي هي تصير عندي بالورك بالبالانسينج سايد. شو وقت احتاجها؟ شو وقت احتاج انقلها بال يعني احتاج انقلها بروتروجن ولاترالي اخلي واكس اذا فولي ادجستبل، لان هو يعطيني كل حركات الماندبل. يمكن انا غلطت بها بالبدايه قلت لكم اياها بالعكس، بس هو الفولي ادجستبل لازم نخلي واكس بالحاله الكريستنسن فينومينا وبالحاله اللاترال موفمنت. والسيمي ادجستبل احنا قلنا بوقتها الارتكليتر ما ينطي كل الموفمنت مالت الماندبل، فهذه اخلي بس البروتروجن اسجله واطلع من عنده اطلع من عنده الكوندايلر انجل الهوريزونتال كوندايلر انجل، تبقى لي اللاترال طلعها من معادله هنا اكويجن. هسه وصلنا احنا اللي فات قبل كلية احنا كنا نشيك على الارتكليتر، نشيك الكاست، نشيك الكاست مالتي، اشيك الارتكليتر مالتي، اشيك الماونتينج مالتي، ضبطت اموري كلها صحيحة اقتنعت بيها، اجي بعدين اخلي الدنتشر مالتي بالبيشنت ماوت واشيك. يعني مو راسا اني اجي البيشنت بالتراي ان خليت له الدنتشر وشيكت، لا مثل ما قلنا اول ستيب سويتها بالبدايه شيكت الكاستات نفسها وشيكتها برا البيشنت ماوث، بعدين اجي للبيشنت ماوث احطهم كل اثنيناتهم، لا قلت اخلي ابر واحد واشوفه، بعدين اخلي لور واحد واشوفه، بعدين اخليهم اثنيناتهم ابر ولور واشوفهم.
زين الابر دنتشر شلون اني اشوفها وحده؟ اخليه بالبيشنت ماوث؟ طبعا انا مو راسا اخلي واجي اخذ التيست مالتي، لا اني اخلي اظل لازمته شويه بايدي، ليش؟ حتى انطي مجال للميوكوزا تصير بها ادابتيشن على الدنتشر اللي انا بلبسته هي، فشي جديد جبته خليته بالبيشنت ماوث، مو راسا استجابه سريعه، فلازم انطي شويه مجال اظل لازمته بايدي حتى يصير ادابتيشن عندي للميوكوزا على وضع الاسنان على وضع الدنتشر. زين خليته انتظرت شويه اجي اسوي تشيكينج مالتي، اول شيء اشوف الباوندريز الاكستنشن مالتها، احاول اشيله ارفعه من جهه اللب من جهه التشيكس، اشوف واصل للفول ديب لا ما واصل للفول ديب. زين اشوفه بوستيريرلي بيشنت يفتح حلقه وايد اوبننج، اشوف الفولز دام اريا واصل عندي بالفولز دام اريا لو ما واصل. زين اشوف شيء مهم خليته لما شلت ايدي، انا قلت لك خليه يضل ضاغط شويه حتى يصير ادابتيشن على السوفت تشو، اشوفه ظل بمكانه لو وقع لما اني وخرت ايدي. زين اشوف الاوكلوزال ستريس اند ريليف ارياز، المناطق اللي انا مسويه بيها ريليف، مثلا الفرينوم مثلا، يعني منطقه بيها منطقه اللي بيها منتال فورامينا، المناطق اللي سبوست بي ريليف اشوفها ثابته بهاي المناطق لو لا، لو بيها حركه. زين مثلا عندي فد بوني اكزوستوسز او شيء بالفلت، اشوف اكو ثباتيه بهاي المنطقه لو اكو حركه. يعني اول شيء اول شيء اتشيك بالدنتشر الريتنشن مالتي، بعدين اتشيك الاستابلتي اشوفه موجود لو يعني ستيبل لو يتحرك. زين بعدين اشوف الكلوزال بلين مالتي، سو اورينتيشن الكلوزال بلين، اشوف الاسنان مالتي الالاينمنت مالتها، منطيني سبورت حلو لللبس لو لا، لو اللبس سانكينج ما مطيها سبورت حلو، ما مطي سبورت للابر تشيكس حلو. زين بعدين اجي لللور نفس الشيء اشيكه، اشوف ريتنشن اخليه بمكان بالبيشنت ما اظل شويه ضغط عليه بايدي الى ان يصير احس انه الميوكوزا صارت ادابتد على هذا الدنتشر. زين بعدين اشوفه اشوفه ريتنتيف لو مو ثابت مكانه يتحرك، اشوف الاكستنشن مات اواخر التشيكس اواخر اللبس اباوع بعيني الاكستنشن مات واصل للفول ديب لو شورت، اللينجوال فلانج ما اقدر اشوفه بعيني بس اقدر بالتيست اسوي له. زين اشوف النيوترال زون الاسنان مالتي حاطينها بنص الرج لو جايبها بكلي لو مدخلها لينجوالي. زين اشوف المكان مالت التانج مكفي للتانج لو مكان قليل. زين اشوف الهايت اوف اوكلوزال بلين ان ريليشن تو فانكشن، احنا من وحده من وسائل الاستابيليتي اوف دنتشر حتى الدنتشر يكون ستيبل، زين قلنا لازم الاوكلوزال بلين تكون از نير از بوسيبل للرج، يعني استخدم اسنان لو مو عاليه مو هاي، اخلي الاوكلوزال بلين مالتي قريبه على الرج ايش قد ما اقدر، كل ما ابتعدت الاوكلوزال بلين كل ما ابتعدت عن الرج ايش راح يصير عندي؟ ذكرناها قبل يصير عندي ليفر اكشن، قواعد الفيزياء انه القوه وذراعها والمقاومه وذراعها، فمن نزيد الارتفاع مالتي راح يصير عندي ليفر اكشن، فاحاول انه انتبه على الاوكلوزال بلين ايش قد ما تكون قريبه على على الماندبل تكون احسن. زين الابر دنتشر الون شلون راح نشيكه؟ قلنا الاكستنشن اوخر اللبس مالت البيشنت واباوعها، رايحه للفايته بالفول ديب لو ما واصله اباوع الليبيال فرينم، فاتحي لها مسوي لها ريليف بالدنتشر لو ما مسوي لها ريليف، شلون اعرفها مسوي ريليف او لا؟ اول شيء اجر اللبس انا اللي قدام انتري بعدين انزلها لي جوا، فاذا هو اوفر اكستنشن او الليبيال فرينم ما فاتح لها فتحه الليبيال نوتش او فرينال نوتش ما مسوي لها بالدنتشر راح ينسحب انتيريرلي ويوقع. اجي على البكل ابدا اشوف اوفر اكستنشن لو لا، الاندر اكستنشن من اوخر التشيكس اشوفها بعيني الدنتشر قصير الفلانج مالته قصيره ما واصله للفول ديبت اوف فيستيبيول، هذه اذا كانت اندر. اذا كان اوفر اكستنشن لما انزل التشيكس الزم التشيك بايدي وانزله لي جوه ايش راح يصير؟ الدنتشر يوقع، معناتها شنو؟ معناتها اوفر اكستنشن. ف حتى اتشيك الاكستنشن يعني مالت الدنتشر
بهاي الطريقة هي أسحب السوفت تشو أسحب الماسلز مالتي، المصل إذا سحبت الدنتشر وياها قام يتحرك معناتها هو أوفر إكستنشن، وإذا ظل ثابت بمكانه لما انسحبنا الليب أو من سحبنا التشيك معناتها هاي الإكستنشن مالته مضبوط. أنا عندي ما مأثر عليه زين. فال also under extension of the upper trial denture lead to poor physical retention. أهم شيء عندي حتى يصير عندي أني الphysical retention يعتمد على شنو؟ يعتمد على الهيدروستاتيك بريشر إذا تذكرونها، على السيل الاير تايت سيل يكون full coverage وماكو فد سبيس يدخل من عنده هواء فيصير عندي retention. فإذا هو short راح يصير عندي فد سبيس أو guard يدخل منها الهواء فالretention ينتهي يصير zero retention. مرات الشورت احتاج قليل كلش اقدر اعوض عنه اخلي جرين كومباوند بالمكانات اللي احسها شورت واسويها يعني داخل البيشنت ماوث، بس شنو اقيس الفيرتيكال دايمنشن بحيث ما يتغير، بس مجرد ازيد الارتفاع مال الفلانج ما اغير فيرتيكال دايمنشن. واكو حالات توصل عندي لا لازم ارجع اخذ فاينل امبريشن من جديد واعيد الشغل كليته، فلذلك احنا هذه الخطوة مهمة عندنا. زين البوستيريال اكستنشن مالت الدنشر مهمة عندي، ليش؟ بوستيريال لأنه عندي البوست دام اريا، إذا سويته شورت شورتر دان البوست دام اريا أقصر من اللازم شو راح يصير عندي؟ أول شيء راح يصير عندي راح يكون مزعج للتانج، البيشنت من يحرك التانج راح يحس بي. ثاني شيء راح يصير عندي فود ترابينج، اكو سبيس دي ورا يدخل من عنده الأكل. فما ثالث شيء راح يصير ما عندي posterior palatal seal الهواء راح يدخل فما عندي retention للدنشر مالتي. زين فأنا posterior palatal seal أو الفوزم area لازم أضبطها مضبوط، يعني إذا أنا ما مسويتها يعني مسويتها قبل فبس أشيك عليها، إذا ما مسويتها أو شفتها غلط ممكن تصلح بهاي المرحلة. وشون أصلحها أني البيشنت مالتي إذا تتذكرونها ما نقول له أقول أجيب هذا قلم الكوبية أرسم داخل patient mouth أرسم ال vibrating line. vibrating line شلون راح أعرفه؟ من يقول راح يتحرك عندي جزء soft palate فراح يكون عندي ال anterior vibrating line أو vibrating line راح يصير عندي، بعدين أنا أحدد anterior posterior وأحدد ال fovea palatini بالقلم الكوبية. زين لبست الدنشر بيز مالت لبست البيشنت رأسا القلم القابية طبع لي مثل ما تشوفونها بالصورة طبع لي بالدنشر مالتي. زين اكو حدود ما يصير عبر وراها اقدر اشيل الزيادة بهاي الحالة. زين هذا المكان مالتي مال البوست دوم اريا اذا تتذكرون شلون عندي انتيرير فايبريتنج لاين وبوستيرير فايبريتنج لاين. الانتيريور فايبريتنج لاين راح يكون مباشرة منطقة اتصال الهارد بلت مع السوفت بلت، بس موفابل بارت اوف سوفت بلت بعد اول جزء من السوفت بلت متصل بالهارد بلت هذا يصير عليه انتيريور فايبريتنج لاين. زين بعدين عندي منطقة اتصال الموفابل بالموفابل بارت من السوفت بلت راح يكون عندي بوستيريور فايبريتنج لاين. الشكل مالتها راح يصير عندي او هذا الشكل البتر فلاي هذا المشهور عندنا اللي هو هذا. اذا احنا قلنا ما نسويها قبل هاي الخطوه ممكن بهاي الخطوه بخطوه التراي ان اني اسويها. شلون؟ احدد مكان الفوفيا بلاتيني، احدد مكان الفايبريتنج لاين وحلق البيشنت هذا رسم لي البوستيرال فايبريتنج لاين. زين بعدين اجي اختار نقطتين بالجلاندولار اريا يعني بالسوفت شو هي 5 الى 8 ملي انتيريور لهذا الفيرست لاين اللي انا راسمته، واسوي اوصل النقاط ها اخلي نقطتين بالريترومولار بارد اريا او منطقه سوري الهاميلار نوش اريا اخلي نقطتين هماتين ابدي اوصل النقط مالتي راح يصير عندي هذا الشكل. شوف شو يسمونه ناس يسميه الكيوبيد ارك اللي هو القوس مالت كيوبيد كيوبيد هذا آلهة الحب اليونانية القوس مالته اللي يشيله، فمن هذا
من عنده اجى اسم الكيوبيد ارك، او ناس يسمونه البتر فلاي، او يسمونه مثلا يقول لك هاي لايك تو ماونتن وذا فالي ان بتوين، كانما جبلين ووادي بيناتهم، كلها هاي الوصف في نفس المنطقه هذه. انا دا اسوي نفس فولز داون اريا لانه انا ما مسويتها بالخطوه اللي قبلها. زين بعدين اجي بالكارفر مالتي بالوكس نايف احفرها، احفر هالويدث مالتها بالنص، منطقة الوسط هذه يكون الويدث مالتها نص ملي. اجي بعدين هنا بالنص راح يكون 1.5 ملي، انتهي بمنطقة الهاميلر نوج هنا صير 1 ملي الدبث، هذا الدبث اللي راح انزل اني بالكاست مالتي. زين انتيرو بوستيريرلي، بوستيريرلي تكون ديبر بعدين تكون شلو شوية الى ان توصل لهذا الخط القدامي، تنتهي مع الكاس مع سطح، يعني تمشي لقدام بصوره مائله ستيب باي ستيب الى ان تنتهي، مو فد هيك طاسه قويه لا، الى ان تنتهي ستيب باي ستيب ويا الكاس مالتي. هاي يسمونها اربيتراري، هم يعني حفر عشوائي على الكاس، مو دائما تصير دقيقه لانه احنا عندنا الميوكوزا بالبلد كومبرسبل، هذا هارد هو الستون مو كومبرسبل. وهاي حددنا احنا البوستوم اريا. زين اول شيء قلنا نشيك الستابلتي والاكستنشن، وبعدين قلنا خلينا نشيك الريتنشن مال الدنشر، شيكنا الاكستنشن نجي على نشوف الريتنشن. انت شوف الريتنشن اللي راح تحصله بهاي الستيب راح يكون هو نفسه المفروض نفسه بالريتنشن مالت الفاينل دنشر، بس اللي دا يصير عندنا انه التكنيشن دا يسوي لك دنشر بيد اي حكي البسها للبيشنت، اريد اخذ جوريليشن بيها او اريد اسوي تراي ان، تطلع ماك بيها ريتنشن وتتحرك ومو ثابته اصلا. زين وبعدين من اقول له ما مسويها مضبوطه ما بيها ريتنشن، يقول لك هي هاي اول ايطالياني راح اذبها، لانه بالفلاسكينج هذا كله راح يذب الاكريليك ويتعوض عنه باكريليك جديد، وذاك الوقت راح يصير ريتنشن. هو لا، الصح انه بمرحله تراي ان يجيني الدنشر ريتنشن بالبيشنت مال ما يوقع، يظل ثابت. إذا وقع من عندي، إذا البيشنت فتح أو حرك وقع الدنشر، معناتها ماكو ريتنشن، قد يكون البوستدم اريا ما مسويها مضبوطة. زين فيصير عندي بور ادابتيشن اوف ترايل دنشر تو ذا تشو، يعني التشو ما انطيته مجال رأسا، يعني مرات إذا تنتظر شوية يصير ريتنشن. السوفت تشو قلنا يصير بها يعني ادابتيشن على الدنشر، فمرات شوية يصير بها ادابتيشن إذا شوي انتظرنا مرة trial dental should stay in position when mouth is open. زين trial dental أنا من لبست للبيشنت mouth بالبيشنت عندي مهم كلش انه يظل ريتنشن بمكانه، مو البيشنت يفتح حلقه يوقع الدنشر لا، حتى اعرف اطلع قراءه صحيحه حتى اشوف شغلي صح لو لا، لازم يكون الدنشر مالتي ريتنتف. Loosening of upper trial denture make it impossible to carry out an accurate assessment of راح اقدر مجرد انه اقول له افتح يفتح حلقه حتى يقفل السنتر قدامي راح يوقع الدنشر او لو راح يتحرك، فما راح تطلع عندي قراءة صحيحة، فالمفروض أن يكون عندي retention حلو حتى أقدر آخذ جو ريليشن. شلون أشيك على الريتنشن مالت الدنشر؟ أنا بأصابعي أشوف الدنشر retentive لو لا، أول شيء عندي أجرها upward يعني أو أجرها downward سوري، ألزم الأسنان وأسحبها لجوا أشوفها retentive لو لا. زين بعدين عندي شو أسوي؟ اضغط باصبعي على مكان معين او خلينا نمشيلكم اياها بالتدريج مثل ما كاتبتها. الو ذا تشو تو سيتل اراوند ذا دنشر، قلنا تلبس الدنشر تنتظر شويه مو راسا تجي تاخذ التيست مالتك حتى يصير ادابتيشن للسوفت تشو. زين بعدين اجي اسحب الزم الاسنان الانتيريور واسحب اشوفه ينزل ويا ايدي لو ما ينزل. زين اشوف الريتنشن مالتي جود لو صار بي ديسلوجمنت لما جريته اني. زين اجي الخطوه الثانيه اسوي تيبينج فورس على الانتيرير انسايدر، اصبعي
اخليه على الاسنان القدام، اضغطها يعني اضغط عليها لفوق اشوفه راح ينزل من لو من ورا لو ما ينزل. هاي اذا انا اخليه بنص الاسنان الانتيريا ينزل من ورا لو لا، اجي اخليه على كناين او على جهة معينة مثل هاي اللي انا خلتها بالصورة، اشوفه نزل من ورا من الجهة المعاكسة لو لا، زين حتى اتاكد انه اني بوستيريور للاكستنشن مالته مضبوط. بعدين اشوف نخلي اصبعنا شو اسوي طريقة اتشيك بيها، اخلي اصبعي ورا الكناين واسحب وحار يعني ضربات خفيفة على الكناين باتجاهي اني لي قدام، اشوف الدنشر يطلع علي لو ما يطلع يظل ثابت، اذا ما طلع علي معناتها الفوزم اريا اني ضابطتها وحلوة، يعني اللي بوستيريور تصير مضبوط. هاي الحركات هي اللي اسحبها لجوه، وهاي اللي قلت لك اضرب على الكناين باتجاهي ضربات خفيفة باتجاهي ارد اشوفه يطلع لو لا، حتى اشوف انه اكو بوستيريور سيل لو ما اكو بوستيريور سيل بالريترامولار اريا. زين قلنا الريتنشن كلش مهم وشيكته واقتنعت بيه وحلو. اجي اشوف الاستابلتي، الاستابلتي اخليه يعني لازم يكون اسلط ضغط بالتشو وورد دايركشن باتجاه التشو، باتجاه الاسنان نفسها، لانه استابلتي احنا شنو معناتها؟ الريزيستنت تو تشو وورد موفمنت، هاي الاستابلتي او التشو اواي موفمنت. زين ف تيستد باي ابلاينج بريشر ان تشو وورد ان بوث اوف ذا اندكس فينجر ان بري مولر اند مولر ريجن اون ايتش سايد على جهة اليمين أضغط على الدنشر بأصبعي أشوف الجهة الثانية تظل موجودة بمكانها لو توقع، بعدين أغير جهة اليسار وأضغط جهة الدنشر نزل لو وقع بمكانه الضغط اللي شيء الدنشر ثابت بمكانه. زين اذا صار بيفتين معناته الدنشر ستيبل، اجي اشيك اشوف اذا هو ابر مثلا يجوز كان عندي فتره في النص وانا زين مثلا دنشر بيز، الدنشر بيز نفسها من مسوي يعني من مسوي لها احنا يعني هي بعدها مو مدخل يعني هي داخلين من سيلف كيور ممكن انا اسوي لها تشن على الكاستماتي فصار بها وربج منطقه يعني مثل مطعوجه مثل يعني خشبه بها هيجي، فهي ممكن اصلا الديفكت بالبيز مالتي، ممكن اكو ال بوني اكزوستوسس او الميديان فلاتاين سوتشر عالي او توراي بالنص، بحيث يعني هو الدنتشر ده يصير روكينج على هاي الفتشي العالي اللي بالفلت واني ما منتبهت لما مسويت له ريليف. زين ممكن البوستيريور تيث سيت فوكالي تو اندرلاين الفيولار ريدج. زين احنا قلنا الاسنان مهم انه انا اخليها بمنتصف الرج، من تطلعها بكالي اكثر من اللازم راح تاثر على الاستابلتي مات الدنشر. زين مرات شنو مرات الاكلوجن مالتي ما مضبوط، اني بريماتورتيز بالاكلوجن راح تاثر لي على الاستابلتي مات الدنشر. زين مو بس على الاستابلتي حتى على الريتينشن راح تاثر، يعني مثلا يقول لك دنشر بيشنت يقول لك انا الدنشر مالتي اول ما لبسه حلو ريتنتيف ورهيب وقاعد بحلقي، اول ما ابدي اكل عليه يوقع روح الريتنشن، فواحدة من الاسباب عندي بريماتور كونتاكت. انا عندي بيشنت اكو دوخني يقول لي صفحة اليمين لمن اطبق على جهة اليمين يصير عندي بين بجهة اليسار ويأشر لي على الفلانج. زين خلينا بريشر انديكيتنج فيست اللي هو عبارة عن فيست تخليه انت بالفيتنج سيرفيس مالت الدنشر ويطبق البيشنت المنطقة اذا بها هاي سبوت راح يروح على البيست ينكشف الاكريليك، فخلينا بريشر انديكيتنج فيست ما طلع عنده شيء وما ما يقبل يضغط على الدنشر يقول لي هذا المكان يؤذيني ما اقدر، فمن شيكنا ارتكليتنج فيبر طلع عنده بريماتور كونتاكت وشفتها صحيح، مجرد انه عدلت الكونتاكت سوتها ايفن بير بالجهتين نفس البروجر صار عندي قل الوجع اللي عند البيشنت وايضا زادت الاستابلتي.
تنشر لوزنس ديوتو اوكلوجن بروبلم، هذا اللي راح يصير، اللي راح يصير بريشر على فد منطقه معينه بها قيمه الكونتاكت، فهي اللي راح يعني الميوكوزا اللي تحته راح يصير بها كومبريشن بمنطقه اكثر من الثاني، فنسميها هاي الحاله الان ايفن بير. زين، قد اللور ليبيال انسايز اللور انسايزز بليس تو فار ليبيالي، احنا اللور انسايزر لازم تكون على الرج، قلنا ننطي بها شويه انكلينيشن، بس لما نحطها كلش تو فار ليبيالي فانسايزر بليس تو فار ليبيالي دنتشر ديسبليسمنت لينجوالي، بس يعني الدنتشر ما راح يطلع لي قدام، الديسبليسمنت ما تكون بوستيريالي. وانكلايند ريدج بروفايد نو ريزيستنس، لانه ال انا خلتها في وضع هو انكلايند فماكو ريزيستنس للفورس، فلذلك الدنشر راح يصير به ديسلوكيشن لينجوالي، يرجع للداخل يرجع لي ورا يزحف. زين، بعد عندي مشكله ثانيه قد تكون البيشنت من يريد ياكل الدنشر لور دنشر يصير تلتينج، يشفت يتحرك الدنشر مالتي ما يظل ثابت بمكانه ينحرف. ليش؟ اما الاسنان ما حاطينها بمنتصف الرج احنا، او بالعكس انت او شو مسوين الاسنان مصعدينها فوق الانكلينيشن مالت، يعني هاي شوفوا هذا على جهة اليمين انا المفروض الاسنان مالتي اوصل لحد هاي المنطقة واوقف، هذا اللي راسمته الخط الازرق انا، منها راح يبدي انكلينيشن بالرج بالرسيدي والرج، اذا خليت سن على هاي المنطقة اللي راسم عليها فوقها خط احمر هاي راح تأثري على الاستابلتي مالت الدنشر، مني عض البيشنت هنا راح يصير بي تلتينج ينحرف. زين، بعدين شيكنا تأكدنا من الريتنشن والاستابلتي، اجي اتشيك السنتريك بوزيشن اللي هي الخطوة اللي اكثر الاخطاء مالتكم تصير بها هي بالسنتريك كورليشن، فاتشيك انا اخلي البيشنت يقفر لي سنتريك او اخلي ارتكليتنج بيبر يعض عليها، اشوف المفروض شوفوا هاي العلامات اللي هي مات الكربون، هي ورقة كربون اخليها بين الاسنان ويعض عليها البيشنت، المفروض الماركس تطلع يعني على كل على الجهة اللي نشوفه تقريبا، هاي عندي كل مناطق ملامسة بالدنشر، اذا طلع عندي بس نقطة واحدة معناتها هذه هي بريماتشور كونتاكت، احاول اخففها الى ان تطلع عندي فد نقاط هواية متوزعة على الجهتين. بعدكم وياي لو انفصل. زين، هذا هو articulating paper، بالarticulating paper اخليه عض علي البيشنت حتى اتاكد. orientation of occlusal plane، تذكرون مرحله الديوريليشن اول شيء سوينا احنا orientation للocclusal plane، لانه اذا الاكلوزال بلين مالتي ما اله راح يصير الاستيك ما حلو والبيشنت ديسكومفورت التشوينج فانكشن مالتي راح تتاثر وما راح يصير عندي بالانس اوكلوجن، لكن شلون كنا ناخذ اورينتيشن للاكلوزال بلين؟ كنا لما نلبس الدنشر الترايل دنش او البايت بلوك مالتي البس هي اخلي مسطر عليها، المفروض المسطره تكون parallel للانتربيوكولاري لاين، المفروض يكون parallel معناتها شنو؟ معناتها occlusal plane ماتي anterior parallel للانتربيوكولاري لاين، laterally اخليها المسطر على الواكس بالعروض، واجي اشيك اخلي التريغوس لاين مسطرة ثانية او خط وهمي من الـ of the nozzle tragus of the ear، المفروض الاوكس الكروزر البلين ماتي موازية لهذا الخط. زين، الهايت اوف كروزر بلين شلون اتحكم به؟ احنا قلنا الاستاتيكلي احلى انه تكون الابر انسايزر بلو الريستنج ابر ريب 2 مليم 2 الى 3 مليم، هاي الاحلى شيء. من الجديد اكو بيشنت عندي شورت ليب او يسمونه هاي بلاين، هذا راح ازيد اني راح يطلع عندي كميه من الاسنان، يعني من يحكي البيشنت من يبتسم راح يكون جزء الاسنان الفيزبل اكثر 5 الى 6 ملي راح يبين من السن، بس احاول مو اكثر.
orientation of the anterior end of the occlusal plane يعني هاي حسب البيشنت. occupation يعني عندهم حلق كبير بحيث من يضحك يوصلها للبريمولر للمولر يطلع لك حتى الابر سكس. occupation لا اللبس مالته صغيره فيعني يعني اخلي هو التكنيشن مش شايف اللبس مالت البيشنت وين صايره، بس انا بمكان الكناين لاين راح اقول له لهنا وحط الكناين، معناتها البريمولر هو بس اللي راح يطلع او المولر يعني حسب المكان اللي انا راح احدده للبيشنت. زين مرات يكون عندي مثلا البيشنت تكون سايز اوف طول amount of the upper anterior teeth that will be seen during speech and facial expression depend on length and movement of upper lip. المفروض احسن شيء انه تكون تلاقي مني بس visible البيشنت اذا يعني هو normal lip وسويت له انت الاسنان مالته سويته هي كلش نورمال راح يصير مثل هاي الصورة على اليمين، الاستاتيك مالتها ما حلوة شكلها ما حلو، فنضطر نشيل الأسنان ونخلي أسنان جديدة، نقول له خفف من الأكريليك بهاي المنطقة حتى يصير عندك سبيس تصعد الأسنان اللي فوق دي من غير ما أثر على ال vertical dimension. وبعد عندي الأسنان الأمامية مو بس كيرف dimension vertical dimension alignment مالتها طريقة ترتيبها ال labial inclination اللي بيها راح يصير support المصل للمسكوليتر support lips support cheek كل هاي لازم اني اخليها in mind. نشوف هذا البيشنت هذا ايش له فاي الماندبل طالع اللي برا هذا insufficient support هذا حتى اصلا الورجينج سوري الفيرتيكال دايمنشن ما تم سوينه قصير واكو هاي الرينكلز اللي مات اللي يعني ما رايحه واكو عندك النيزوليبيال انجل اذا تنتبه عليها النيزوليبيال انجل اللي هي هذه بين النوز بين الليب صايره اكثر من تقريبا هاي 120 يعني المفروض تكون عندي 190 فاحتاج معناتها شنو؟ معناتها هاي الافر احتاج اسوي لها شويه بروكينيشن. هذه وضعيه غير صحيحه للاسنان. شوفوا شكل النيزوليبيال شلون كان ورا ما صلحناها ضفنا اكريليك طلعنا بروكينيشن شويه صار عندي هذا الشكل الجميل للسبورت هذا اسميها فيشل سبورت. زين اذا خليت اكثر من اللازم طلعتها لي قدام اكثر من اللازم راح تصير ما حلوه مثل هذا الشكل تصير بلكي واكسسيف ليب سبورت يعني هاي المنطقه راح يصير بها كلش ثيك ليبيال فلانج شوف اللبس هنا مشدوده تحس البيشنت ما ماخذ راحته اللبس كونتراكتد على طول ويعني وضع مو مريح للبيشنت هذا فاحاول اعدله شيل الاكسس واكس اذا بيها مجال اشاور تروكينيشن شويه للاسنان وارجعها نفس ما هي. هسه نجي بعدين كملنا الابر وحده نجي على اللور وحده نفس الشيء شلون شيكنا الاوفر اكستنشن مالت الابر خلينا اول شيء نقول نخليه مكانه ونظل ضاغطين شويه عليه يعني يصير عندي ادابتشن للسوفت تيشو مالت البيشنت حتى ما يعني بعدين يعني تاخذ قرارها اجي اشيك الاكستنشن اشوف اللي اشوف عندي هذه بجهه اليمين هذه بكل فرينم هذه ما مسويها الاكستنشن مالته اوكي حلو نازل بالفيستيبيول هنا بالبكالفستيديو بس هذه برأيي أني تحتاج شوية بعد أفتح أسوي لها ريليف إنه هسه كل ما أدفع الدنشر لجوا هذه التشو فولد هنا اللي هي البكالفينا ترفع للدنشر لأنه هاي كلش تنس فايبروس تشو هاي كلش قوية كلش تنس فتطلع لي الدنشر من مكانه تسوي ديسلوكيشن للدنشر فأني أوخر التشيك مالتي أوخر خد البيشنت وأباوع أشوف الإكستنشن مالتي حلو لو ما حلو اشوف اللينجوال فرينم والليبيال فرينم هم ممكن اشوفها اشوف ليبيال الاكستنشن ما تحرر له اندر اكستنشن. زين شو نقول له؟ نقول له للبيشن طلع لسانك يعني يادو رطب شفتك لجوه يعني راح يطلع وهو ريلاكس مو هوايه كلش يعني تنس يكون فاذا الدنشر طلع من ورا معناتها شنو؟ معناتها انا مسويه لينجوال باوتش اوفر اكستنشن
طلع من ورا، يعني في يعني رفع من ورا. patient جاب لسانه على اللور ليب، الدنشر رفع من ورا، معناتها over extension باللينجوال باوتش. بعدين نقول له طرف لسانك حط على الفلت ماتك as far as possible، ايش قد ما تقدر رجع لي ورا. اذا الدنشر رفع من اللي قدام معناتها شنو؟ معناتها اللينجوال فلانج مالته او الليبيال فلانج او اللينجوال فلانج هي اوفر اكستنشن، خصوصا بمنطقة الليبيال فرينم مالت التانج. اكو هذول الناس شايفينهم عندهم التانج تاي لينجوال فرينم كلش طويلة صايرة واصلة لحد الريج. فيعني هذا بس مجرد البيشنت يرفع لسانه اللي ورا رأسا هذه من الفرينم تطلع الدنشر من مكانه. زين، بعدين نقول له خلي الدنشر مالته لسانك بمكانه. فارد اشيك انا يعني اكو اللينجوال باوتش بجهه الرايت، اشوف هو طلع لسانه لي قدام انشال من اللي ورا، عندي اوفر اكستنشن باللينجوال باوتش، بس ما محدده الجهتين اثنينهم اوفر اكستنشن لو جهه واحده. شلون اعرف الجهه اللي بيها اوفر اكستنشن؟ اخلي اصابعي اثنيناتهم الثم على فوق الاوكلوزر سيرفيس مالت اللور تيث، ما اخلي طاخ بيها، اخلي شويه مسافه يعني من اليمين فرق عن الاوكلوزر الثاني. اقول للبيشنت ارفع لسانك على جهه اليمين ودي. فاذا ودى لسانه على جهه اليمين انرفع الدنشر طخ باصبع اليسرى، معناتها الاوفر اكستنشن من جهه اليسار. واذا من ودى لسانه جهه اليمين انرفع الدنشر جهه اليمين انرفع او طخ بايدي، معناتها او من جهه اليسار بالعكس، هو من الجهة اللي يروح عليها التانج يرفع الدنشر من الجهة المعاكسة إلها. إذا ارتفعت الجهة المعاكسة معناتها الجهة اللي راح عليها هي الـ over extension. زين، دنشر لوزنس تو ثيك مانديبولار لينجوال فلانج، هي هذي دا أقول لك عليها أني لينجوال فلانج مالت الدنشر، المفروض تمشي هنا كونكيف ويا شكل التانج حتى التانج يخليها يزيد الستابلتي مالتها، يسويها وول روتين وول ادابتد من على الفلانج. شوفوا هنا يعني، كان ممكن شويه هنا ننطيها يعني نخفف الاكريليك بهاي المنطقه ونزيد اللينث مالتها تعطيني سبورت يعني سيل مو طبيعي. هذه اللي هنا لا نسويها تو ثيك وكلش وايد كلش ثيك بهاي المنطقه وانترفيرنس ويا التانج. مجرد التانج، التانج هو عبارة عن مصر فيها فايبر، فأي حركة بالتانج راح توخر لي الدنشر من مكانه لأنه راح يصير انترفيرنس ويا التانج. زين، هسا عرفنا الأبر شلون تشيك الريتنشن مالته، أجي أشيك الريتنشن مالت اللور أشوفه مضبوط لا ما مضبوط. على العموم يعني خليها بالك، ريتنشن باللور ما راح تشوفه أنت نفس الريتنشن بالأبر. ليش؟ لأنه الأبر وايد أريا أوف كفرج، مساحة كلش كبيرة أكبر من اللور. زين، بعدين الأفر تقريبا كل شيء فيزبل قدام عينك، أي شيء أندر إكستنشن رأسا الزايدة وتسوي فول إكستنشن تحصل ريتنشن، بينما اللور عندك اللينجوال فلانج أنت مو قدام عينك، تانج كبير تارستك الحلق بالفلور أوف ذا ماوث وماكو أي فيزبل، مش شوف أي شيء بالمنطقة، فممكن أكو ديفكت عندك يصير بالسيل بهاي المنطقة. شلون كنا نفس الحركات اخليها، اخلي الدنشر بمكانه واضغط على اليمين قدام باصابعي اشوفه يطلع من ورا لو ما يطلع، احاول اسحبه اشوفه يطلع من مكانه لو ما يطلع، البريشر اللي قدام بايدي اضغط ادفع على الاسنان خليه يطلع لو ما يطلع، لسانك طلعه ولامس لي بيه السنجلة مالت الاسنان انتيريرلي طلع مع ونشوفه بوستيريرلي ظل ثابت بمكانه لو ما لو تحرك، تحرك من مكانه معناته اوفر اكستنشن بالفلانج، وهذه الطريقة نفسها. وبأصبعنا من منطقة الكناين نحاول ضربات خفيفة نسحبها لقدام نشوف مكانه لو ما يطلع. الأسنان مالتي مهم لازم تكون عندي بمنتصف الرج، لا أخليها بكالي ولا أجيبها لينجوالي، لازم تكون بمنتصف الرج مالتي. زين، تكون عندي the tip البكال cusp of the lower first premolar تكون بالليفل مالت اللور lip بالcorner of the mouth، هنا corner of the mouth لازم التب of the cusp
ومستوى الكورنر اوف ذا ليب. البوستيرر اند مات الاكلوزال بلين قلنا وين لازم تنتهي؟ تصعد على نهايه الريترومولر باد اريا؟ لا، لازم لحد ما تتجاوز التو ثيرد ريترومولر باد اريا. زين بعدين اشيك، ممكن اشيك الافشنسي اوف ماستيكيشن، هو مين اللي حرك الاكل انا بداخل الفم؟ اللي حركه لي اللسان راح يدفع البلس اوف ذا فود بين الاسنان، وراح يظل مسوي سيل من جهه يحافظ عليها يخليها بين الاسنان حتى يصير بها ماستيكيشن مضبوط. فلذلك لازم انا اخلي الدنتشر بيز كوردينيت ويا المصل، ونفس الشيء المصلز مالت الباكسينيتر هماتنا من جهه البكر، شوفوا هاي بالصوره، راح تحافظ لي على المكان على الاكل بين الاسنان الى ان ينضغط ويروح نهائي. اللي على جهه اليمين الدنتشر بيز مالتي انا ما عرفت اسوي له فد يعني الاينمنت حلو ويا السوفت تيشو، لذلك هنا التانج ما سوى لي، ما بقى لي البلس اوف فود بين الاسنان الى ان يصير بها كراشنج تماما وتكمل التشوينج سايكل. فلذلك راحت وين؟ يا اما تنزل بين التانج وبين الدنتشر، يا اما تروح بين التشيك بين الدنتشر. فالمفروض اني اسوي شكل ال بولش سيرفيس مال الدنتشر ويا شكل السوفت تيشو. بعدين شوف مكان التانج كافي الدنتشر مات يعني الانتليشن، اذا ما يسبيس او حصرت اني خليت الاسنان جبتها لينجوال شويه او سويتها الفلانج ستيك شويه، ما راح يصير عندي سبيس كافي للتانج. لفظ البيشنت في الكلام راح يتغير، وستابلتي مات الدنتشر بس مجرد يحرك لسانه راح يتغير. فحتى الاسنان لازم اشيكها، لازم تكون على منتصف الرج، ما جايه لينجولي، لازم تكون على نيوترال زون، والبوستيريور تيث احاول شويه اخليها يعني ما يعني تكون على الرج، ما اسوي هذا اللينجوال انكلينيشن او اللينجوال تيلتنج بحيث اخذ السبيس مالت الثاني. شلون اسوي ايفالويشن؟ شلون اعرف انه هذا السبيس كافي لو مو كافي؟ نقول للبيشنت ارفع اللسان مالته. زين اذا رفع لسانه من وهو يرفع لسانه البنشر كله طلع وياه. زين شو نشوف؟ نشوف التانج ارتفع طلع وياه الدنشر كليته، وصل مسافه نزل الدنشر انفرش التانج فوق الدنشر مالته، معناته هذا احنا نسميه كرامبل، مسوي حاصر لي التانج ضيق مكان التانج. زين شلون اشيك النيوترال زون؟ تذكرون هاي شنو هي؟ البيشنت افتح فتحة بسيطة، لسانك خلي على التب على الانسايدر تيب. زين ونشوفها يعني مو طالعة كلش لبرا، يا دوب التب يصعد فوق الانسايدر ايج مالت الانتيريور تيب، ونشوف نشوف the amount of pressure exerted by the tongue and cheek on the lower teeth using a plastic filling instrument. Pressure should be roughly equal to the lingual and buccal side of the teeth. زين مرات نجيب الكارفر ندخله بين الأسنان ونشوفه، يعني ندخله نخليه على الأوكلوزال سيرفيس مال الأسنان، نحاول نشوفه من يطبق الأسنان بين البكال واللينجول، ونشوفه يعني طاخ بالتانج، أحاول أحس بالبيئة اللي هناك، نقول له نأذي التانج مالتك لو لا، حتى أشيك إنه السبيس كافي للتانج. أو النيوترال زون همين أشيكها. تشيك بوث دنتشر، زين سوينا الأبر واللور، وحد الأبر وتأكدنا كل شيء حلو ما عندي مشكلة، طلعت خليت اللور شيكته وتأكدت كل شيء حلو ما عندي مشكلة، أرجع أخليهم اثنيناتهم سوية، خلي البيشنت يعرض عليهم فد كم دقيقة، بعدين أجي أشيك قياساتي، أشوف فيرتيكال دايمنشن، أشوف سنتريك، أشوف يفتح ويسد براحته البيشنت، ماكو فد شيء يعني بوستيريالي يطخ، اذا الهيلز عاليه بوستيريالي ما راح يطبق انتيريالي، اتشيك الكروزال بريشر مالتي لازم يكون متساوي على الجهتين، شكله حلو لو ما حلو، احاول اخلي البيشنت يحكي، اسمع لفظ البيشنت الكلام، مرتاح البيشنت لما مرتاح بالدنتشر، كلها اشيكها بهاي المرحله. شكل هالابيرنس مالته حلو لو ما حلو على البيشنت،
شوفوا هاي شنو الخطأ اللي عندي بهذا الدنشر، هذا جهة اليسار هذا مسوي لي الأكلوزال بلين مالته تلتد، مو عدل الأكلوزال بلين. إذا أجي أخلي مسطرة هسه ويعب عليها ما راح تطلع بارالل للانتربيوبلاري لاين. شوفوا شلون نازلة من هنا الأسنان وين صايرة، ومن هنا وين، من هنا ويا الأنجل. شوفوا هاي المستوى ايش قد، هاي أكلوزال بلين ما علامات، هذا شغل غلط. هذا هنا أنا شنو عندي الغلط البي، هذا الميد لاين مشفت مالتي، لازم ميد لاين أبر ولور تكون سوية، فهذا عندي هنا ميد لاين غلط مالتي. بعدين أجي أقيس الفيرتيكال دايمنشن مالت البيشنت، شلون قبل ما ألبس الدنشر أنا أقيس فيرتيكال دايمنشن أتريست، أخلي نقطة على التيب أوف ذا نوز ونقطة على الموست بروميننت أريا بالشن، والبيشنت ريلاكس يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا دوب شفايفه متلامسه. اقيس هذا فيرتيكال دايمنشن ات ريست، بعدين البس الدنتشرز ابر واللور للبيشنت ويطبق عليهم، ونفس النقاط هذه اللي انا رسمتها اجي اقيس المسافه بيناتهم ايش قد صارت، المفروض ايش قد يصير عندي من 2 الى 4 الفرق بين الفيرتيكال دايمنشن ات ريست وات اوكلوجن اللي هو فري واي سبيس. زين ممكن ايضا الفونتك اسيتك هم اشيكها فيشل دايمنشن اشوفه صار اقدر الوجه هو احنا نقسم الى 3 بارت upper part middle part lower part، فاحاول اكون يعني البارت اوف ذا فيس صحيح اللينث مالتها شيك الريشن مالت الاسنان في حاله انه هو يتكلم ليش شيك الانتر ارش سبيس قلنا والباراليز وشوف الاسبوعيات بعد اشيك السنتر كونكلوجن مالت البيشن زي اشيك السنتر اصابيعي الاثنين الثم مالتي الابهام اخليه على الشن مثل هاي الصوره اللي على جهه اليسار، والاثنين الفينجرز مالتي راح اخليهم على البكل الفنجز بالبكل فيستيبيول وقول البيشنت يلا رد لسانك مره واقول او على اللي ورا وتشيك اكثر من مره والسنترك ريليشن ما مضبوط. اذا طلع عندي السنترك ريليشن ما مضبوط بهاي المرحله زين شلون اعرف ما مضبوط؟ مع اشوف البيشنت يقدر يرجع المانديبل اكثر، بعدين شي يعني شي يصير عندي راح يرجع اسنانه اكثر، ماكو انتركاس بيشنت شوية أرخي يرجع يقدم المانديبل اللي قدام يصير انتركاسبيشن، معناته من قدر يرجع المانديبل أكثر معناته أنت مو سنترك مضبوط. شو أسوي بهاي الحالة؟ ماكو داعي نخرب الدنشر كليته، نشيل بس الأسنان البوستيريال، نخلي بمكانها واكس سوفت واكس، نخلي البيشنت يقفل أوكلوجن ونرجع للتكنيشن نقول له سوي ري ألمنت البوستيريال. شوفوها هاي بالارتكيوليتر شلنا البوستيريال كلها خلينا وقت بمكانها واخذنا الريليشن. زين قبل شوية قلت لكم على فشي الاسنان الايفن على جهة البنشر يكون مساوي، مش اتحد اقدر احدد الضغط بالجهة المساوية ولا شايفين السيلوي سترد هذا اللي عمله بالحشوة الضوئية، فشفتين سيلوي سترد خليها على كلوزال سيرفيس من الجهتين البيشنت يطبق عليها اسحب السلويد تترد اثنيناتهم، اكو واحد يطلع واحد ظل تشلف نفس الماما تحت هي راح تحدد اذا اكوليبريوم من جهتين او ماكو اترد اكوليبريوم. بعدين اجي اشيك البيشنت شوف اكترن شوف اسحب شفت عندما مقتنع شوف الميكروفون الميزول عندكم شايفها كلها اكدت الشيء حلو تأمل النوم. طيب ايش في شيء اللي بنبدا مالتها اللي انه البوزيشن مالتها لو حاطه صحيح السنترال مالتها يكون صحيح فيرتيكال دايمنشن وريليشن كلها صحيح السنتر مالت الاسنان صحيح مالت حجم البيشن لون من الاسنان راح يكون طالع جوا الريست ابر ليب الماينج لاين واللب لاين كلها على الاسنان. وش
طيب ماشي ويا ليش لكنها محلو أشوف ال إحنا جينا نسميها الصيد أو ليبيا حلو من أسوي أكثر من اللازم راح يسوي لي فولنس أوفر فولنس بالدن شارماتي أشوف هو طبعا المكان الطبيعي إلها لازم يكون عن الإنسيسيف فورامين تقريبا 8 إلى 10 ملي وكان الانتي السنترال انسايزر عن الفورامين هذا او الفورامين الموجوده بالفلت لازم يكون 8 الى 10 ملي او مو طالعه اكثر من 8 الى 10 ملي وهذا اللي عندي فوق البروتينيشن لازم شنو عندي مسوي إذا خليناها على أرض بدون نسوي لها البروكليشن هذا شوية ننطي إحنا فراح يسوي دروينج الكورنر أوف ذا ماوث نازلة الكورنر مات الماوث ريدكشن انفيزبل بارت أوف فيرميليان بوردر مات إنه أندر سبورتد بالفيرميليان بوردر تعرفون الفيرميليان بوردر يا هي بنفسي هذا مليون كورد أنا بقول اللي ما في مليون ديبينج أوف نيز ليب سلاس مليون كورد ما هسه هذه وذا دنشر شوف ما في سبورت وشوف شلون فرق عن دنشر سبورت اللي صار عندي لما لبست الدنشر للبيشن ثلاث أرباع الرينكلز راحت اللي هي الرينكلز مو ديو تو ايج هذا احنا مستحيل نوخرها بدنشر بس هذا الرينكلز اللي نتيجة الاندر سبورت و loss of vertical dimension احنا كلها نقدر نوخرها بدنشر نشوف البلامبينج او تشيك ليب فيلينج كأنما سينكينج في الليب والاسنان بعدين نشوف لما نخلي الدنشر الدنشر بالعكس راح يسوي build up راح ينطف السبورت لهاي المصل يخلي شكلها ترجع healthier يعني younger أكثر وشكلها حتى position مالتها يرجع أحلى هذه بدون إذا كان عندي الأسنان صار يعني position مالتها مو صحيح فراح نشوف إنه هاي الرينكلز على اللبس موجودة مجرد أضبط البوزيشن مالت الأسنان الرينكلز كلها راح تختفي اللي بكتبكم wrinkles not due to the age اللي هي نتيجة الأندر سبورت والإنسايشنز vertical dimension most of the patients required for كل ما يزيد عمر هذا اللي يعني أسوي سبورت أكثر لفوالت حتى أرجع الـ 90 درجة حاب أزيد زين يعني يعني الليب لاين لازم اخليها تكون ماشية ويا الاسنان ما اخلي هاي الليب لاين بحيث يعني الاسنان احنا نريدها ابتسامة خفيفة تطلع عندنا الجزء من الجنجفة اللي هي يطلع عندي بالطبيعي فما احاول اسوي اطول من هذا الجزء انترو اورال اسسمنت اوف ذا انتيريور تيث اشيك البوزيشن مالتها مقتنعة بيه لو لا if not visible insufficient support يعني اذا البيشنت ابتسمت والاسنان او ابتسم والاسنان مالته ما طلع معناتها الفيشل سبورت insufficient واللبس meet a junction of oral and transitional epithelium عندي مكان اتصال اللبس هي عبارة عن تو epithelium ترى اذا تذكرون اللي هي اللي فوق الاورال epithelium والجنكشنال او transitional epithelium بعدين تصير skin
زين، فالمفروض منطقة اتصال الإبثيليوم تكون مو باردة عندي. أتشيك الـ vertical dimension مالت الأسنان، vertical orientation، إيش قد طالع من عندها باللو اللور لين، زين، كلوزر أوف كلوزر بلين، مستواها إيش قد نازل، قلناها أكثر من مرة، مستواها بالنسبة للنب شلون لازم أحدده، شلون الـ vertical overlap والـ horizontal overlap إيش قد لازم يكون. إذا كان الـ vertical dimension قليل، الـ vermilion border appear thin and wrinkles occur around the lip or chin is approximately protruded. لما الـ vertical dimension هسه شوفتكم الصورة، شلون إذا عندك تكون vertical dimension لون، وأنت وبعدين أسوي للأسنان assessment وهي داخل الفم، أشوف الـ incisal edge، الـ smiling line، الكيرفات موجودة لو لا، أشوفها. Smile line should follow the contour of the lower lip varies with each patient. حسب ال contour of the lip أطلع عن ال smile line مالتي الارتفاع مالته، يعني ال smile line إيش قد ال position وال amount of teeth اللي راح تطلع عندي. Aesthetic مالت ال patient شوفوا مستواه المفروض عندي تكون بهذا الشكل. أول واحد هذا الأسنان عنده يعني أبد مسوينها كل شيء ما بارز من عندها، فهذا الشكل أنا ما أريده. هذا مبين low vertical dimension، حتى السبورت مالت شوية chin prominent. labial support عنده أوكي، بس vertical dimension ما تشوفوا أسنان المفروض أنا أريد. هذه الصورة اللي هي ثلاثة من اللي تقريبا طالعة جوا اللب وماشية السمايل لاين ماشية ويا اللور لب. تكتست خلي البيشنت يلفظ كلمات معينة في بي اس حتى اشوفها شنو استفاد من عندها. هذه اللي عندك في انما البيشنت يريد يقول في بالبي ما راح يقدر يقولها الا تصير الانسايزر ايج مالت الاسنان كونتاكت ويا اللور ليب. فاذا هي الانسايزر ايج مالتها اطول من اللازم او صايره طالع ليبالي او لينجولي اكثر او شورت، طريقة لفظ الحرف الفاء والباء راح يكون مختلفة. الساوند عندي طبعا حتى يقدر البيشنت يلفظ صحيح قلنا لازم بوزيشن صحيح للأسنان، وال مو بس الأسنان عندك اكو قسم يعني التب مالت التانج مالتي لازم يصير على الباليتال سيرفيس او على الروجي اريا مالت الباليت، زين with small space or slit like canal for escape of air between the tongue and hard palate. زين فالسايز and shape of this small space or channel will determine the quality of sound produced. مكان التب مالتي لما في مو كل الحروف، قسم من الحروف مخارج اللفظ مالتها التيب اوف ذا تانج راح يروح على الروجي اريا ويخلي فتحة بسيطة يصير منها escapement of air يطلع منها الهواء فتطلع لفظة الحروف صحيحة من عندها. زين اذا هذا مكان الهواء اللي هو هذه عندي بالصورة الرقم سي، اذا هذا انسد المجرى مالت الهواء راح يأثر لي على طريقة لفظ الحروف مالتي. effect of vertical positioning of anterior teeth on the pronunciation of the. شوف الـ tongue is prevented في حالة A. الـ tongue is prevented from extending properly between the teeth. ما عندي هذا يعني جرب انت ما تقول الثي لازم تطلع الأسنان لازم اكو فتحة بين upper ولور وسنك لازم protrusion. من ما يقدر يطلع فاللفظ غلط مال الثي ما راح يطلع عندي. زين إذا بالعكس الـ tongue extend between the teeth when they are properly positioned. شوفوا شلون البوزيشن هذا هو المجرب قول هو هذا مكان اسنان لسانك الحقيقي، بينما اذا كانت الاسنان اكثر او ما منطي انت سبيس على مود يعني يتحرك بيه التانك راح يطلع عندي لفظ غلط. زين عندي بعد حرف الـ س الـ upper and lower incisor should approach each other end to end but they don't touch teeth. يعني دون واحد باتجاه الاخر
بس اللي الإنسان يقول الست شوية تقدم المندبل، الأبر واللور الإنسايزال تكون إيج تو إيج بس مو طاخين، أكو شوية فراغ بيناتهم. فأولويز إذا كان عندي الست طلعت ما مضبوطة قالها الست، فأتأكد إنه التوتال لينث أوف أبر أند لور تيث يعني الفيرتيكال دايمنشن مالتهم زين. وخضمة مهمة كلش، بعدين أنا تشيكت وتشيكت الشيء الصحيح مو الأخطاء. البيشنت يقيم لك الأستاتيك وبس، أني والكومفورت أني أقيم شغل صح أو غلط. شيكت كل الأشياء اللي فاتت اللي صار لنا هواي نحكي عليها، أنطي مراية للبيشنت شوف عيني يا ترى الدنتر مالتك راح هيك يكون شكله مقتنع حلو والبيشنت يوافق عليه، أقول له ها هي تعالي ورا أسبوع أو شوف أكثر وأسلم الدنتر مالتي. محاضرة طويلة يمكن شوية اليوم. دكتورك ليش طويلة؟ سألنا لها تقريبا ساعتين. بس بنفس طويلة المحاضرة. يلا راح ننزل هم يقول صور وهو راح على يعني كلام نعتمد على الفهم أكثر شيء. صوت مو واضح، يمكن كان فترة الأذان فكان الصوت فيه مو واضح. على العموم أنا راح أنزلكم إياها أشيرها. أكبر شيء مو واضح نعيده، في أكثر شيء هذي لما نشوفها إحنا لما نشتغل راح نحس بها يعني، راح يعني إلا تشتغل تكلم شيء هي عملية مهمة يمكن ثلاثة أو إذا كلش أربعة ما أعرف هذه خلاص وصل الموضوع نرجع نشرحه. بالنسبة للعيادات أنت المفروض هسه الثلاثاء هاي تبلشون هذا الأسبوع، أنا مو وياكم احتمال كبير إن شاء الله الأسبوع الجاي وياكم. بس المفروض تشتغلون الكومنت مالتكم أو الناس فشل بنشر زين، بس ما اعرف احنا لازم شغلنا نودي بغداد، وعندنا واحد ديواني يشتغل بغداد او نجف، هو بس واحد من الواحد انا هذا اتعامل وياه نوصل بغداد ماكو واحد غيره الا اذا تعرفون غيره انتم. فلازم ناخذ يعني برايمري امبريشن وتصبوا لي اياها على ارتكليتر اسميها تنتيتف جو ريليشن، يعني تنتيتف جو ريليشن يعني تاخذ برايمري امبريشن ونسوي عليها يعني بايت عبارة عن أكريليك واكس وخليه بحرق البيشنت مال البيشنت وعلى الكاستات مالته وأصبها على أرتكليتر. هذا الحكي كله حتى أسوي استيميشن للإنتر أرتش سبيس، أشوف عنده إنتر أرتش سبيس كافي لو مو كافي وشكله عنده أحتاج أعدلها لو ما أعدلها. أكو حالات لازم أقلع أسنان، حالات لازم أحضر شي بالأسنان، حالات اخلي كراونات، حالات اخلي فيكس. فحاول الحاله اللي انت تجيبها تكون سهله تتلافى بها لان كل الشغلات. نرسم الديزاين، حددنا شفنا احنا اوكي هذا البيشنت ها، وطبعا لازم ناخذ اكس راي نشوف الاسنان بها موبيلتي لا لا، البريودنتال كونديشن مالت الاسنان مهمه عندي اشيك. اوكي يرهم لك بارشل هذا البيشنت، ارسم لك انا ديزاين على الكاست اقول لك هنا نخلي ريست، هنا نخلي كلاس، هنا نخلي هاي السوالف كلها. بعدين انت تجي تسوي بريبريشن للبيشنت ماوث، حضر لي مكان الريست الكلوزال ريست وسنجلام ريست يعني مكان كل شيء، يعني اقول لك احفر هنا واحفر هنا. ناخذ فاينل امبريشن نوديها للمعمل للمختبر يسوي لي الميتال فريم ويرجع لي اياه، اسوي له تشيكينج انترا اورالي، بعدين اخلي الواكس عليه على مداخل جو ريليشن وارجع للمختبر يخلي لي اكريليك ودنتر تيث. هاي الستبس انتوا تشوفوها طويله ما اعرف نلحق نكملها، اراد انه يمكن 6 أو 5 فيزت نلحق نشتغل هالقد فيزتات او لا ما ادري. بالنسبه للكونفنشنال او الاكريليك العادي اللي يسوونه هذا انا ما اقبله لانه هذا ديستركتيف مو كونزرفاتيف، هذا راح يأذي للبيشنت ما يفيده، يضر للبيشنت ما يفيده، يزيد الريج ريزوربشن.
فاحنا شغلنا احنا كأطباء أسنان شغلنا preservative، يعني to يعني نحافظ على الموجود to maintain the present and then to replace the missing. أهم شيء عندي أحافظ على الموجود بعدين أني أعوض المفقود. إذا أنا سويت ديزاين غلط بالنهاية البيشنت اللي موجود كله راح يقلعه. فنشوف وقتنا، نشوف نحاول نقدر نسويها هذه المثل لو ما نقدر، وإن شاء الله سهلة. مبدئيا انتوا روحوا هاي الثلاثة والأسبوع الجاي أنا أعيد وياكم، إن شاء الله يصير خير. هسه بالنسبة للمحاضرة أكو سؤال؟ طبعا التريات تجيبونها التريات البلاستيك او هاي العادية موجودة هواية، واني بالعيادات مالتنا عندنا هذي تريات. الامبريشن راح ناخذها اذا بس يعني اذا هو كلاس 3 ممكن تاخذها بالهيفي بودي لايت بودي، واذا هو كلاس 1 او كلاس 2 راح نسوي الالتر كلاس تكنيك، احنا شرحنا عليها بالمحاضرات اللي قبلها. ناخذها بالالجينيت، وبالنسبه للفري اند اري ناخذها بزنك اوكسايد، يعني بالسبيشال تري هاي بعدين نسويها. والستوك تري نفس هاي التريات الموجوده، والالجينيت كبرايمري امبريشن. يعني دكتورة يعني أبو بروس يعني اللي عرفناه الممثل إنه أنت صار بالخارج، فقال إنه حاليا ما طالب مني. أي بس أجي إن شاء الله أسبوع جاي أنا وياكم. زين دكتورة اللي قلت من ساعة السيليكون نقدر نستعمله بحالات يعني نقدر سيليكون إذا نجيبه. عندك كلاس 3، إذا عندك كلاس 3 بحيث ما عندك فري إند سادل، إذا عندك كلاس 3 نستعمل السيليكون ما عندي إشكال، لأنه بس آخذ إمبريشن للأسنان ويعني للرج عادي ما عندي فد سادل. هو شنو مشكلة السيليكون امبريشن ماتيريال؟ هي نيوكو كومبرسيف ماتيريال، يعني راح تضغط على السوفت تيشو راح تسجل التيشو هو في حالة كومبريشن، بعدين انا الدنتشرز مالتي راح يجي من السوفت تيشو مال البيشنت مضغوط، فالدنتشر قاعد عليه اوكي وثابت، بس اذا صار ريلاكسيشن بالسوفت تيشو راح يصير راح يسوي ديسبليسمنت للدنتشر بيجي يطلعها. فاذا عندك فري اند سدل ما يصير تستعمل النيوكو كومبرسيف تكنيك هذه، او ماده نيوكو كومبرسيف نستعمل وياها سلكتيف بريشر تكنيك احسن، نستعمل ماده ما تاثر لي على الميوكوزا ما تغير لي شكل السوفت تشو. كلاس 3 انا ما احتاج سوفت تشو لانه هو كليته توث سبورتد. خوش خوش دكتور. اي وعلى مود الكوست ما عندي اشكال، اذا الكيس الوحده يتشاركون بها اكثر من واحد او اثنين يتشاركون ما عندي اشكال. حلو دكتور ده هيك شيء بعد احسن. اي نتشارك بها، انا ادري بالمثل اثنين واحد اخذها من عندي 300 على مثل اثنين بس هو 250 فشيء غالي، وان شاء الله سهله. يلا نشوفكم خير إن شاء الله على الأسبوع الجاي، مع السلامة.